طوافين ويسعى سعيين، لأن هذاك للعمرة وهذاك للحج. الثاني المتمتع عليه سعيان والقارن عليه سعي واحد، وهذا هو القول الثاني في مذهبه، وهذا هو الصحيح وقول من يقول من أصحاب مالك والشافعي رحمهم الله. والثالث أن على كل واحد منهما سعيين، كمذهب أبي حنيفة رحمه الله ومذهب الهادوية. ويذكر قولا في مذهب أحمد رحمه الله والله أعلم، والذي تقدمها فصل قول شيخنا وشرعه والله أعلم، أي أن ابن القيم شرح كلام شيخه قبل أن يأتي به. فاصل. وأما الذين قالوا أنه حج حجا مفردان، المالكي والهادوية اعتبر عجيبه من التنعيم فلا يعلم لهم عذر البتة، إلا ما تقدم من أنهم سمعوا أنه أفرد الحج، وأن عادة المفردين أن يعتمروا من التنعيم فتوهموا أنه فعل ذلك. فاصل. وأما الذين غلطوا في إهلاله، شيب ورد هل يلزم لمن حج مقرنا أن يأتي بالهدي معه من بلاده، أنه يجزئ أن يشتري الهدي من منى؟ لا يصح. العلماء قالوا القارن يأتي الهدي من بلده كلهم، هل يصح للقارن أن يصوم بدل الهادي؟ لا يصح، لا يصح، لا يصح. إذا لم يستطع أن يشتري هادي أو يحضر معه هادي لا يصح، لا يقرنش مع أحد بيقرن أبدا. قال أن يحب أن تأتي، إن الله يحب أن تأتي رخصه كما تأتي سنن. وهل هذا حديث صحيح؟ نعم، لأن الناس هذا يؤتى بهذا الحديث إلا المتزمتين. يكون من البلد أو لا يكون من الحل من أي مكان؟ ما بلا بلده. قال إذا جاء البخاذ للمرأة في ذي الحجة ثم لم تطهر إلا في محرم، فهل تنتظر حتى تظهر؟ الحيض حتى كم؟ مش حيض، نفاس. النفاس ها. ثم تطب البيت، هذا كيف تفعل؟ قال جمهور العلماء أنها تنتظر، وقالوا ومحرمها ينتظر معها. اللهم إلا إذا قد كان ما يستطيع يخرج وياها بعد المحمل، لأن حجاج الشام كانوا يجوا دفعة كلهم 10,000 حج، وحجاج العراق وحجاج اليمن يجوا دفعة واحدة لأجل المتقطعين الذي كانوا يتقطعوا لهم. فما يفعل؟ قال ابن تيمية إذا هو أي تأخر عن الركب ويخشى أن يتقطعوا له وينهبوا هو المرأة، فليأمرها بأن تستثفر، أي تعمل لفرجها ظفر أي حفاظة، ثم تضوف وتخرج. قال ابن تيمية هكذا إذا قد كان للضرورة، لأن في هذه الأيام كانوا يتلقفون للحجاج، وكان الحجاج عرفناهم قبل 50 أو 60 أو 70 سنة يخرجوا من صنعاء 3,000 أو 4,000 حج كلهم حجاج دماغ ويري وتعد وعدن وحضرموت كلهم يجوا من طريق صنعاء، وبعدها يلتموا إليهم حجاج عمران وخمر وحوث وبراد وغير ذلك. نلمع عادوا على القاعدة السابقة الذي كانوا يتو رئيس المحمل هذا ويتو من يحافظ عليه لأجل المتقطعين، ما يصيروا إلا جمعة. أما الآن فقد كل حج بيصير وحده، ما
ما عبش لزوم. انتظر الآن. ها؟ الآن تنتظر. تنتظر نعم. اللهم إلا إذا أمرت الشركة أو المؤسسة أن الذي جضع تذكره لا يرجع إلا إذا أشهروا له لا إنه يرجع في اليوم الفلاني وصادف صار دور في الحجيج من منكم راغب يستعجل والزاقرة ناوية بالتذاكر ونتبادل التيلة التذكرة الذي سيسافر فيها في عاشر العيد يرحل ولا يتيلي التذكرة الذي يتجلس إلى أول محرم لا مانع إذا ما رضيوش ولا حد وافقه فالظاهر قد عذر ويعمل بمثابة ابن تيمية. اسألوا كل ما هو الحج المفرد؟ ما هو الحج المفرد؟ ولماذا لم يقبل الألباني؟ مقصده أنه حجاج أكثر الحجاج في أيام النبي ما بلا متمتعين أو قارنين، ولهذا استنكرت حين انكرم مع أن العلماء مجمعين على أن حج المفرد صحيح، إلا أنهم اختلفوا في التفاضل. هذا الغدوة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا إلى غدوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى فاصل وأما الذين غلطوا في إهلاله فمن قال أنه لبى بالعمرة وحدها واستبر عليها فعذره أنه سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع ومتمتع عنده من أهل بعمرة مفردة بشروطها وقد قالت له حفصة رضي الله عنها ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك وكل هذا لا يدل على أنه قال لبيك بعمرة مفردة ولم ينقل هذا عن أحد البتة فهو وهب محض والعذر ما ذكرنا عن من قال أفرد الحج ولبى بالحج وقد تكتب الكلام على ذلك وأنه لم يقل أحد قط أنه قال لبيك بحجة مفردة وإن الذين نقلوا لفظه صرحوا بخلاف ذلك فاصل وأما من قال أنه لبى بالحج وحده ثم أدخل عليه العمرة وظن أنه بذلك تجتمع الأحاديث فعذروا أنه رأى أحاديث إفراده بالحج صحيحة فحمل على ابتداء إحرامه ثم أنه أتى آت من ربه تعالى فقال قل عمرة في حج فأدخل عمرة حينئذ على الحج فصار قارنا على هذا ما أنه ما رجع الحج بالعمرة إلا من بعده ولهذا قال للبراء بن عازب إني سقط الهدي وقرن فكان مفردا في ابتداء إحرامه قارنا في أثنائه وأيضا فإن أحدا لم يقل بأنه أهل بالعمرة ولا لبى بالعمرة ولا أفرد العمرة ولا قال خرجنا لا ننوي إلا العمرة بل قالوا أهل بالحج ولبى بالحج وأفرد بالحج وخرجنا لا ننوي إلا الحج وهذا يدل على أن الإحرام وقع أولا بالحج ثم جاء الوحي من ربه تعالى بالقران فلبى بهما فسمعه أنس يلبي بهما وصدق وسمعت عائشة وابن عمر وجابر يلبي بالحج وعد أولا وصدقوا والمثبت مكتب على الساكت ومن حفظ حج على بالله يحفظ قال وبهذا تتفق الأحاديث ويدل على الإضطراء وأرباب هذه البقال لا يجيزون إدخال العمرة على الحج ويرونه لغوا ويقولون أن ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره قال ومما يدل على ذلك أن ابن عمر قال لبى بالحج وحده وأنس قال أهل بهما جميعا وكلاهما صادق فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران سابقا على إهلاله بالحج وحده لأنه إذا أحرم قارنا لم يمكن أن يحرم بعد ذلك بحج مفرد وإن قل الإحرام إلى الإفراد
فتعين أنه أحرم بالحج مفردا، فسمعه ابن عمر وعائشة وجابر فنقلوا ما سمعوا، ثم أدخل عليه العمرة فأهل بهما جميعا. لما جاء الوحي من ربه فسمعه أنس يهل بهذا، فنقل ما سمعه، ثم أخبر عن نفسه بأنه قرن، وأخبر عنه من تقدم ذكره من الصحابة بالقراء، فاتفقت أحاديثهم وزال عنها الاضطراب والتناقض. قالوا ويدل عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم أن يهل بالحج وعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. هذه أصحاب الحج الثلاثة موجود في هذا الحديث، لأنه قال: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، وهذا هو القارن، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، وهذا هو المفرد، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل، أي بعمرة متمتع بها إلى الحج، وهذا هو المتمتع. قالت عائشة: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه، فهذا يدل على أنه كان مفردا في ابتداء إحرامه، فعلم أن قران كان بعد ذلك. ولا ريب أن في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدمة ودعوى التخصيص للنبي صلى الله عليه وسلم بإحرام لا يصح في حق الأمة، ما يرده ويبطله. ومما يرده أن أنسا قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالبيدة، ثم ركب وصعد حبل البيدة وأهل بالحج والعمرة حين صلى الله. جبل ولا حبل؟ ها؟ عندنا جبل، عندنا جبل البيدة، وصعد جبل البيدة. عندكم حبل؟ وعندي جبل البيدة لكن غلطتي نبعتها. عندك ما فيش جبل في البيدة؟ شفتوا جبل خارج يلملم، يا الذي قد حجيت، يا الذي قد حجيته. والمقصد بالحبل ما هو؟ حبل بيدين يعني الصحراء، الطريق، المراد بالحبل الطريق. ما فيش جبال خارج المدينة، في طريق مكة من عند قباء ومن عند هذاك قباء ومن عند ذو الحليفة يسمى بيار علي ووادي الحقيق، ما فيش جبال، كله بيدة، لأن الأحاديث كلها كذا. البيدة ما يسبرش جبل البيدة، البيدة هو الصحراء والجبل ثاني معروف. هذا غلط، والحديث ما بلحب، وعندي كذا خدشته. وفي حديث عمر أن الذي جاءه من ربه قال له: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي روى عمر أنه أمر به وروى أنس أنه فعله سواء، فصلى الظهر بذي الحليفة ثم قال: لبيك حجة وعمرة. واختلف الناس في جواز إدخال العمرة على الحج على قولين، وهما رواية عن أحمد أشهرهما أنه لا يصح، والذين قالوا بالصحيح كأبي حنيفة وأصحاب رحمه الله بنوا على أصولهم، وأن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين، فإذا أدخل العمرة على الحج وقد التزم زيادة العمل على الإحرام بالحج وحده. ومن قال يكفي طواف واحد وسعي واحد قال لم يستفد بهذه الإدخال إلا سقوط أحد السفرين ولم يلتزم به زيادة عمل بل نقصان، فلا يجوز. هذا مذهب الجمهور. فاصل. وأما القائل أنه أحرم بعمرة ثم أدخل على الحج فعذرهم قول ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق مع الوادي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، متفق عليه. هذا يظهر أنه كلام من يقول أن النبي تمتع، وهذا ظاهر في أنه أحرم أولا بالعمرة ثم أدخل على الحج. ويبين ذلك أيضا أن ابن عمر لما حج زمن ابن الزبير أهل بعمرة ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشترى بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن ذاك قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول، وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فعند هؤلاء أنه كان متمتعا في ابتداء إحرامه كارنا في أثنائه، وهؤلاء أعذر من الذين قبلهم. وإدخال الحج على العمر الجائز بلا نزاع يعرف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها في إدخال الحج على العمر فصارت قارنة، ولكن سياق الأحاديث الصحيحة يرد على أرباب هذه المقالة. فإن أنس أخبر أنه حين صلى الظهر ألا بهما جميعا، وفي الصحيح عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافينا لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج، فقالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة. وذكرت الحديث رواه مسلم، فهذا صريح في أنه لم يهم إذ ذاك بعمرة. فإذا جمعت بين قول عائشة هذا وبين قولها في الصحيح تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبين قولها وأهل رسول الله بالحج والكل في الصحيح، علمت أنها إنما نفت عمر مفردة وأنها لم تنفي عمرة القران، وكانوا يسمونها تمتعا كما تقدم، وأن ذلك لا يناقض إهلاله بالحج، فإن عمرة القران في ضمنه وجزء منه، ولا ينافي قولها أفرد الحج، فإن أعمال العمرة لما دخلت في أعمال الحج وأفردت أعماله كان ذلك إفرادا بالفعل. وأما التلوية التلبية بالحج مفردا فهو إفراد بالقول. وقد قيل أن حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، مروي بالمعنى من حديث الآخر، وأن ابن عمر والذي فعل ذلك عام حجه في فتنة ابن الزبير، وأنه بدأ فأهل بالعمرة ثم قال ما شأنهم إلا واحد أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، فعل بهما جميعا، ثم قال في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أراد اقتصاره على طواف واحد وسعي واحد، فعمل على المعنى وروى به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فعل بالعمرة ثم أهل بالحج، وإنما الذي فعل ذلك ابن عمر، وهذا ليس ببعيد بل متعين، فإن عائشة قالت عنه لولا أن معي الهد لا أهللت بعمرة، وأنس قال عنه أنه حين صلى الظهر أوجب حجنا وعمرة، وعمر رضي الله عنه أخبر عنه أن الوحي جاء من ربه فأمره بذلك. فإن قيل فما تصنعون بقول الزهري أن عروة أخبر عن عائشة بمثل حديث سالم عن ابن عمر؟ قيل الذي أخبرت به عائشة من ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا عن حجه وعمرته، وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في الصحيحين، وطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبي سوى. وكيف تقول العائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ فعل بالعمرة ثم أهل بالحج، وقد قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهد لا أهللت بعمرة، وقالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يهل في ابتداء إحرامه بعمرة مفردة، والله أعلم. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتمتعوا، هل يدل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتمتعوا هل يدل على جواز تغيير النية في مكة؟ مثلا أحرم من الميقات بالإفراد ثم وصل إلى مكة وأراد أن يتمتع، أو يتمتع من الميقات ووصل إلى مكة وأراد الإفراد، ما يصح. ما يصح أن المفرد يفسخ الحج إلى التمتع، ونقول له انويها الآن وقل لبيك
بعمرة وتمتع بها إلى الحج، وحكمك حكم المتمتع. أما المتمتع يقع إفراد فلا يصح. أحد بالقارن من الميقات ثم وصل إلى مكة وأراد أن يتمتع أو يفرد لا يصح. من قد كان قارنا فلا يجوز أن يغير نيته، إنما يجوز أن يغير نيته من الإفراد إلى التمتع لأنه أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أني سقت الحج لجعلتها عمرة. قال قلت يا قاضي أن أهم مناسك الحج الإحرام والطواف والسعي، واليوم عرفنا حديث رسول الله أن الحج عرفه، فهل يدخل ضمن مناسك الحج المهمة؟ الجواب أنا ما قلت أن أهم مناسك الحج الإحرام والطواف والسعي، أنا قلت أهم مناسك الإحرام أهم مناسك الحج الوقوف بعرفة والإحرام وطواف الزيارة، هكذا قلت. وهذا السائل بعد الإحرام الذي هو المهم والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بعده، وأتى بلفظة السعي. السعي ليس من المناسك المهمة، السعي ليس من المناسك المهمة، فمن لم يسعى فإنه يفدي بدم، لأن أهم مناسك الإحرام هن الإحرام والوقوف بجبل عرفة وطواف الزيارة، والباقي هذا لكل من تركهن يجبر بدم. وأما هذا فمن لم يحرم لا على دخلته ولا خرجته، ما أحرمش لا في المواقيت ولا بعدها، حجه باطل. كذلك من لم يضف طواف الزيارة حجه باطل، كذلك من لم يقف بعرفة حجه باطل. هذا الثلاثة هنا المهمات، إلا أن طواف الزيارة يستدركها الإنسان. إذا لم يضف الإنسان طواف الزيارة يمكن يرجع له ولو من الطريق، وقت موسع إلى آخر الحج أو يقضي في المحرم يقضى، لكن الوقوف بعرفة ليس له شيء. من جاء ما وصل إلا يوم العيد فحجه باطل. من لم يحرم من الميقات ووقف بجبل عرفة وهو غير محرم حجه باطل. فالفرق ما بينهن أن طواف الزيارة يتاوى ولو بالقضاء في أيام أخرى، أما الإحرام إذا لم يحرم أو لم يقف بجبل عرفة فليس له علاج. قال ابن قيم الجوزي هل هو عربي أم أعجمي؟ الله أعلم، لأن العلماء المتأخرين ما عاد بيلاحظوش في الغالب إلا النسبة إلى البلد. تلاحظوا في الأولي في قلوا البخاري نسبة إلى بخارى، ويقولوا الشافعي نسبة إلى قريش إلى شافع، فيقال له القرشي الهاشمي الشافعي. كذلك مالك يقولوا له الحميري الأصبحي، هكذا قد كانوا يلاحظوا. وأبو داود السجستاني الأزدي من قبائل الأزد، كذلك أبو سلم القشيري، يلاحظوا النسب. لكن العلماء المتأخرين ما عاد بيلاحظوا إلا البلد إلى المدينة فقط، فيقولوا السيوطي، ويقولوا ابن حجر العسقلاني، ويقولوا ابن القيم الدمشقي الشامي، وابن تيمية الحراني، والنووي، وهذا ما عاد بينسب، والسخاوي والسيوطي، هذا لا ما عاد بينسبوهم إلا إلى
إلى المدن، إلى المدن لا ندري ما هو شامي دمشقي، لكن هل من عنصر عربي أو من عنصر روماني الذي قد انقرض ودخلوا في الأسلب وكلهم أصبحوا كلهم عرب. قال رجل مغترب في السعودية ويريد أن يحج لوالدي وهم لا زالوا أحياء، فهل هذا يجوز؟ نعم يجوز، يسموها عندنا في اليمن بلاغة. محياء هذا محياء، يعني يحج لوالدهم عجيبة، ما يسمعش هذا ذا المغترب هذا بيلفلف زلط، وفي نفس الوقت عاد يحج لأبوه ومن ماما. أنا تصولي خطر ببالي أنهم قد باتوا، لأن بعضهم يسميها بلاغة، إذا سمعتوا بالبلاغة هي عند أهل اليمن أو أهل صنعاء أن الحج لا يقع إلا من بلد المحجوج عنه، فإذا هو من صنعاء في حج له وينشأ الحج من صنعاء، وإذا هو من حراس في حج له وينشأ الحج من حراس، وبعضهم يزيد يتزمت ويزيد ينشأ الحج من عند القبر، من عند قبر الميت الذي يحجوا له. وسعر البلاغة نص سعر الحجة، فإذا هو يحجة يحجة له ب100,000 فالبلاغة ب100,000 هكذا، وإذا هو في أيام الأولين يحجة له هذا ب100 ريال فرنسي فيحجة له ب50 ريال فرنسي، وقد كان يسموها بلاغة. وقد كان في طايف وفي جدة وفي مكة فقراء من أهل الحجاز، كذا الآن أصبحوا ذريتهم وأولادهم تكاترة وتجار وكلام ثاني، وهذه الأيام عاد كانوا فقراء، وأهل صنعاء من مات ويشتوي يحجوا له ما بش فلوس، لأن الحج من الثلاث وحقها التركة ما ثلثها ما أدقعش 100 ريال فرنسي في حجة، يقلبوها بلاغة ويتولخ 50 ريال فرنسي، يسلموها لأمير الحج رئيس البعثة، كانوا كان يسموا أمير الحج، يسلموا لها 50 ويتو اسم الميت هذا، وثم ناس آخري يجوا يمكنوه الفلوس ويتو اسم الميت حقهم، ما يوصل مكة إلا وقد يجوا الفقراء حق مكة يقولوا شيء معك هذا بلاغة، يقول نعم سيرتي لي ضمين، يصير يتيل الضمين من أهل مكة وهو يسلم لها 50 ريال الفرنسي، وبعد يصير يحج من هذا. والآن قد أصبح أهل جدة وأهل الطائف وأهل مكة أغنياء غنى مفرط، لكن البلاغات الآن تصبر لمن كان معه مغترب، لا مانع إذا كان مع الإنسان ميت يشتي حج له ومعاهم واحد صديق أو قريب مغترب، فيرسلوا له أنه يحج لأمه الذي قد ماتت أو لأبيه أو لعمه أو لأي شخص في إنشاء الحج من الطائف أو من جدة أو من الرياض أو من أي مكان ويحج. هل هذا صحيح؟ يسموها بلاغة، ماشي بلاغة. هذا عندي أن البلاغة والحج سواء سواء ما دام وأحرم من المواقيت وأتى المناسك على الصلاة الشرعية فهو حج، وتسميتها بلاغة إنما هو استلح فقط ولا حج. ولهذا بنقول لهم الذي جو يسألوا أن فلان أوصى بحجة ونشتري نحج له، ولكن غليان لأنه أوصى وتراخوا، كنت كان يحج الحج قبل 15 سنة ب1,000 ريال يمني أو ب3,000 يمني أو 4,000 يمني، الآن غلي قوي قدو يشتري 1,000 300,000 200,000 إلى آخره، فقبل فعال نقول سويها بلاغة، زد وفي من عند الورثة ما دام
واضمن بعض لأنك جريت على نفسك انت سهلت، وارسلها مع واحد يدعي، واحد من أهل اليمن الذي مغترب، ويقول له أنه يحج عنه، في حج عنه بتقع رخيصة. لو مات لو سافر إلى جدة لعمل معين وأردت أن أذهب بعمره بإحرام من جدة، وذلك بعد أثناء العمل فهل يصح هذا؟ نعم يصح، وألف نعم أنه يصح. قال هل سوق الهدي للقارن من الميقات شرطان، أم أنه يجزي أن يشتري من مكة؟ لا بد ما بلا يتم من بلاده. وهل يساق الهدي هذه الأيام إلى مكة؟ ماشي قد بيسافروا في السيارة والطيارة وبيلقوا عنكم، ولهذا قلت لكم أكثر هذا الأيام الحجاج مفردين ومتمتعين. وأما أنه قارن فما سمعناش في هذه الأيام أن حد في حج قارن. فاصل. وأما الذين قالوا أنه أحرم إحراما مطلقا لم يعين فيه نسكا ثم عينه بعد ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصفا والمروة، وعد أقوال الشافعي رحمه الله نص عليه في كتاب اختلاف الحديث، قال وثبت أنه خرج ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء يعني الوحي وهو ما بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل ولم يكن معه أحد أن يجعله عمرة، ثم قال ومن وصف انتظار النبي صلى الله عليه وسلم القضاء أي الوحي إذ لم يحج من المدينة بعد نزول الفرض طلبا للاختيار فيما وسع الله من الحج والعمرة، فيشبه أن يكون أحفظ لأنه قد أتى بالمتلاعنين فانتظر القضاء، كذلك حفظ عنه في الحج ينتظر القضاء. في قصة المتلاعنين انتظر النبي لما نزلت آية العاد التي في سورة النور، وعذر أرباب هذا القول ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر حجا ولا عمرا، وفي لفظ يلبي لا يذكر حجا ولا عمرا، وفي رواية عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه أحد إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أن يحل. وقال طاووس خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لا يسمي حجا ولا عمرة ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان منهم أهل بالحج ولم يكن معه أحد أن يجعلها عمرة. الحديث هذا دعوة أنه ما نزل عليه الوحي في التمتع إلا وقد بين الصفا والمروة. وقال جابر في حديثه الطويل في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت في ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن ويعلم تأويله، فما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. فأخبر جابر أنه لم يزد على هذه التلبية ولم يذكر أنه أضاف إليها حجا ولا عمرا ولا قرارا، وليس في شيء من هذه العذر ما يناقض حديث تعيين النزول الذي أحرم به في الابتداء وأنه القرار. هذا الحديث على فرض صحته
فالمثبت بقدم على النافي ومن حفظ حج على من لم يحفظ. فأما حديث داوس فهو مرسل لأن داوس اليماني ليس بصحابي فهو مرسل لا يعارض به الأساطين المسندة ولا يعرف اتصال بوشنزعي ولا حزن ولا وصح. فإن تذالوا للقضاء كان فيما بينه وبين الميقات فجاءوا القضاء وهو في ذلك الوادي أتاه آت من ربه تعالى فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وعادوا خارج المدينة ما بينه وبين المدينة إلا قليل. فهذا القضاء الذي انتظره جاءوا قبل الإحرام فعير له الجيران. وقول طاووس نزل على القضاء وهو بين الصفا والمروة هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل على إحرامه. فإن ذلك كان وادي العقيق. وادي العقيق عاده قريب من المدينة. وأما القضاء الذي نزل عليه بين الصفا والمروة فهو قضاء الفسخ الذي أمر به الصحابة إلى العمرة. حينئذ أمر كل من لم يكن معه أحد منهم أن يفسح حجه إلى عمره وقال له استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقطت ولا جعلتها عمره. وكان هذا أمر حتم بالوحي فإنهم لما توقفوا فيه قال انظروا الذي أمركم فافعلوا. فأما قول عائش خرجنا لا نذكر حجا ولا عمره فهذا إن كان محفوظا عنا وجب حمله على ما قبل الإحرام. وإلا ناقض سائر الرواية الصحيحة عنها عند منهم من أهل عند الميقات بحج ومنهم من أهل بعمرة وأنها ممن أهل بعمرة. وأما قولها نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة فهذا في ابتداء الإحرام ولم تقول أنهم استبروا على ذلك إلى مكة. هذا باطل قطعا. فإن الذين سمعوا إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أهل به شهدوا على ذلك وأخبروا به ولا سبيل إلى أن روايتهم ولو سعان عائشة ذلك لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم عند الميقات فنفت وعبث غيرها من الصحابة فأثبته والرجال بذلك أعلم من النساء. وأما قول جابر رضي الله عنه وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فليس فيه إلا إخباره عن صفة تلبيته وليس فيه نفي لتعين النسك الذي حرم به وجه من الوجوه. وبكل حال ولو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التعين لكانت أحاديث أهل الإثبات أولى بالأخذ منه لكثرتها وصحتها واتصالها وأنها مثبتة مبين متضمن للزيادة خفيت على من نفي والمثبت مقدم على النافي وعلى الساكت. ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وهذا بحمد الله واضح والله التوفيق وبالله التوفيق. قال يا قاضي محمد إذا نوى الصائم في رمضان أنه يقوم السحر ولم يقوم من النوم إلا بعد الفجر إلا يؤذن الفجر حيث أنني كانت للسحور فما الحكم؟ كل واحد قد بيروي ما بيرقد إلا وقد نوى. قال النية هي في القلب. النية في القلب لا يشترط أن يتلفظ بها. وكل من قد كان في رمضان سامر أو نائم هو عازم على أنه يصوم يوم غد. أرجو أن تفرقوا لنا بين طواف القدوم وطواف الزيارة وطواف الإفاضة. طواف الزيارة وطواف الإفاضة معنى واحد ألفاظ مترادفة. معنى طواف الزيارة وطواف الإفاضة هو الطواف الواجب الذي قلنا لكم أنه من الأركان المهمة الذي لا تتعالج بالدم وهو الذي يكون يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد وهو الذي ورد في القرآن وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف المذكور في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق المراد به طواف الزيارة الذي سمى طواف الإفاضة. أما سمي طواف الإفاضة لقوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي أفيضوا وانزلوا بالعرفات وطوفوا في مكة. ويسمى طواف الزيارة لأن الزيارة هو زاروا البيت بعد ما قد كانوا في منى وفي مزدلفة وفي عرفات.
أما طواف القدوم فهو الطواف الذي حال ما يوصل الحج في ذي القعدة أو في الحجة أو في أي أشهر الحرم يوصل إلى بكي يطوف طواف القدوم ويسعى، ثم بعد ذلك المفرد يبقى محرم والمتمتع يفسخه ثم يهدي أو يصوم إذا لم يجد ويرتاح إلى يوم الترويح ويعقده. هذا يسمى طواف القدوم. طواف القدوم من تركه عليه دم، والطواف الذي ضروري يتيه هو طواف الزيارة. أما الأخير فهو طواف الوداع. هذا طواف الوداع اختلف العلماء فيه، فقال جماعة من العلماء ومنهم الهادوي والشوكاني وجماعة من العلماء قالوا أنه واجب، وقال جماعة من العلماء منهم الشافعي أنه سنة، والصحيح أنه واجب، لكن اختلف الشوكاني مع الهادوية أن الهادوي قالوا إذا ترك عليه دم، والشوكاني قال إذا تركه ليس عليه دم وإن كان عازبا لأنه ترك شيء واجب. كان رجل تهرب للحج فلم يستطع الإحرام من الميقات من المغتربين الذي بيمنعوهم، فسأل أحد العلماء في مكة فأفضاه بأن يرجع إلى مسجد عائشة ويحرم من هناك، لكن عليه دم لأنه جاوز الميقات بلا إحرام، عليه دم لأنه من علي صاحب من قد كان في جدة واشتي يدخل مكة لابد من ما يحرم من هذاك من عند الحديقة من يلملم لليماني، لا جدة هي داخل الميقات ولكن خارج الحرم المحرم، ولهذا قال لي يخرج إلى التنعيم للحرم هذا، لكن عليه دم، ومن نسي ويرجع إلى يلملم ليس عليه دم، هذا ما يستلشد لأنه بيدخل مغفر لأنهم بيمنعوهم من الحج، فبيدخل لابس بس بدو شاقي بشقاء ويأذنوا له ويوصل لعامك وبعدها يلبي من هذاك ما بيش مانع، يخرج من الظاهر أنه ما بيش على الشيء لأنه ماشي هو نوى أن يحج، عليه دم إلى مقابل أنه تجاوز الميقات بلا إحرام. ولو رجع إلى الميقات ما بيش عليه؟ أما إذا رجع إلى الميقات فليس عليه شيء. من أراد العمر ولم يحج بعد ما من أراد العمر ولم يحج بعد ما من أراد العمر ولم يحج بعد ما حكم عمرته، هل فيها بمعنى تم عمرته؟ من أراد العمر فليعتبر ومن أراد الحج فليحج، ما ظلش ما يشتي. ما حكم أن يذهب للحج بغير الطريقة النظامية وإنما يتهرب من الحدود إلى مكة لأنه أسهل وأرخص؟ هذه مسألة إدارية بينات والبين، ما رسلت شي رسمه في وزارة الأوقاف وغفر نفسه، هذا حج صحيح. السبعة الأيام هل يشترط فيها التتابع أم لا؟ ما قالش الأصل عدم التتابع، قال وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال هل الأشهر الحرم هي نفسها أشهر الحج؟ نعم. يخرج الموضوع. قال هل يصطحب العاد من كان خروج مباشرة من بلده أم ما قبل الإحرام ما بلا من بلده؟ مفيدات أو لا؟ هذه القصة
هذا يرجع يجي قبل المغرب. خلانا هذا يكون يجاو قبل المغرب في القصص الكبيرة. فاصل ولنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالغير المعجمة على وزن كف، وهو ما يغسل به الرأس من خطمه ونحوه، يلتب يلبد به الشعر حتى لا ينتجر، وأهل في مصلى ثم ركب على ناقته، وأهل أيضا ثم أهل لما استقلت به على من البيضة. قال ابن عباس وعيم الله لقد أوجب في مصلى. بعضهم قال أن النبي قال لبيك الله ولبيك بعدما فرغ من صلاة الظهر، وبعضهم قال لبيك الله ولبيك حين ركب فوق الناقة. واحد قال ما بلا أنه وقدوا في الصحراء، والواقع أنه لبى أولا بعدما سلم من الصلاة، ثم حين ركب على الناقة ثم لبى في البيضاء مثل ما بيفعلوا الحجاج الآن، يلبوا بعد ما يصلوا ثم يلبوا قدم راكبين فوق السيارة، وبعدها يلبوا في الصحراء ينسموا عدة دقائق ثم يلبوا. التلبية الأولى كافية، لكن من يريد يجد يلبي عدة مرات فهو أفضل. قال ثم ركب على ناقته وعلى أيضا ثم على لما استقلت بي على البيضاء. قال ابن عباس وعيم الله لقد أوجب في مصلى وأهل حين استقلت بي ناقته وأهل حين على شرف البيضاء. وكان يهل بالحج والعمرة تارية، وبالحج تارية لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قيل قرنا وقيل تمتع وقيل أفراد. وقال ابن حزم كان ذلك قبل الظهر بيتي، وهذا وهم من هو المحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط عن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا. وقد قال ابن عمر ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس إنه صلى الظهر ثم ركب، والحديثان في الصحيح. هذه من أغلاط ابن حزم أنه لبى قبل ما يصلي، فإذا جمعت عدما إلى الأخرى تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر ثم لبى. فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمع أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، مشروع رفع الصوت في التلبية. وكان حجه على رحل لا في محمل ولا هودج ولا عمارية وزاملته تحته، لا على رحل، ما سووا رحل كبير. والمحمل عبارة عن المحمل، كان صندوق ساعة صندقة هذا الذي بيبيعوا فيها يفعلوها فوق الجمل. والمحمل كذلك الهودج عدو أكبر، والعمارية الذي نسميها الآن العربية ويسحبها الحصان أو البغل أو الحمار أو الثور أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على عربية ولا على هودج، وإنما فوق الناقب مثل غيره، وزاملته تحته يعني الفرش البطاني. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج. بعض العلماء يقول لا يجوز للمحرم أن يركب فوق السيارة أو فوق أي شيء مسقوف. هذا المذهب الظاهر أنهم بيعملوا به الجعفرية، ما يركبوا إذا هم محرمين إلا فوق سيارة مكشوفة، ما يركبوش فوق سيارة مغطاية. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج والعمارية ونحوها على قولين. هما رواية عن أحمد أحدهما الجواز،
وهو مذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور، والثاني المنع وهو مذهب مالك. على مذهب مالك المحرم إذا ويشتي يطلع من مكة إلى عرفات أو من جدة إلى مكة وقد محرم، لابد أن يكون على سيارة مكشوفة، هذا حرج شديد هذا الأيام. يعمله بالطائرة. ها؟ الطائرة كيف يحمل الواحد على السيارة سهل. واحد الطيار كذلك بيحرموا من الطائرة. فاصل ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، القران والتمتع والإفراد، ثم ندبهم عند نبوهم من مكة إلى مسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه حد، ثم حتى بدع ذلك عليهم عند المروة. وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنها، كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، فلما قتل في غزوة مؤتف سنة ثامنة تزوجت بأبي بكر والتتل محمد بن أبي بكر، فلما مات تزوجت بعلي بن أبي طالب والتتل يحيى، فعبد الله بن جعفر ابن أبي طالب ويحيى ابن علي ابن أبي طالب ومحمد ابن أبي بكر الصديق، الثلاثة هذا أخوان لهم. وولدت أسماء بنت عميس، لا مانع للمرأة أن تستمر في إحرامها ولو هي على نفاس أو على حيض، فقد حاضت عائشة وولدت أسماء. وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما بنت الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله أن تغتسل وتستثمر بثوب وتحرم وتهل. وكان في قصتها ثلاث سنن، إحداها غسل المحرم يندب للإنسان إذا أحرم أنه يغتسل، والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها ولو يدك حائض، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض وكذلك من النفساء. ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهم يقرهم ولا يمكن عليهم، ولزم تلبيته. فلما كان بالروعة رأى حمار وحش عقيرا، هذا سيأتي. هل يجوز للإنسان المحرم أن يتصيد؟ لا، يحرم. يحرم على المحرم أن يتصيد بالإجماع، أدلة الكتاب والسنة والإجماع تحرمه، لكنهم اختلفوا هل يجوز للمحرم أن يأكل من صيد من كان حلالا. من كان حلالا يقول لا أنا محرم ما شاء صيّش، لكن صيّد لي إن أنت حلال وتي لي أكل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال، لأن في الحديث الأول والذي قلنا فيه ولزم تلبيته، فلما كانوا بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا فقال دعوه فإنه يشك أن يأتي صاحبه، فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفات. أخرجه مالك في الموطأ. وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجل أجمع العلماء على أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد،
يحرم على المحرم أن يصطاد. هذه المسألة اتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع، ولكن الخلاف بين العلماء هل يجوز للمحرم أن يأكل ما صاده المحل أو لا، هذا سيأتي في حديث أبو قتادة وحديث الصعب ابن جثامة. وجاء في حديث أنه أهدي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمار وحش فردته النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، فلهذا اختلف العلماء. واللازم أن نجمع بين الحديثين المتعارضين، وجمعنا بينهن بأنه إذا كان الحلال صاده لأجل المحرم فيحرم على المحرم أن يأكل هذا الصيد الذي صيد لأجله ولو كان الذي باشر الصيد محل. أما إذا كان المحرم إنما صاد الصيد لأجل يأكله أو يبيعه ثم تبرع به لمحرم فإنه يجوز للمحرم أن يأكل منه، جمعا بين الدليلين. ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من اللحم الذي كان أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي، وفي حديث آخر أنه رده وقال لأننا لم نرده إلا لأننا حرم، والحديثان صحيحان، فيجمع جمع العلماء بين الحديثين وقالوا أنه إذا كان الحلال صاده لأجل المحرم فيحرم، وأما إذا صاده لنفسه أو ليبيعه ثم تضوع وتبرع بالمحرم فلا مانع. ويدل على هذا الجمع حديث ورد وإن كان فيه مقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد المحرم حرام، صيد ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، فهذا دليل على أنه إذا صاده لأجله فهو حرام. سيأتي أن صيد المحرم حرام وصيد المحل المحرم إذا صاده لأجله مباح، وفي أنه حرام الكل. وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله، جيده لأجل يجمع ما بين الحديثين الآتيين، حديث أبو قتادة، حديث أبي قتادة، وحديث الصعب بن جثامة. وأما كون صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذو الحليفة، يقول القائل مما هذا الشخص الذي قال للنبي كله لماذا لم يحرم؟ يمكن أنه ما مرش من المواقيت وأنه وصل إلى الحديبية من طريق آخر، فهو كأبي قتادة في قصته، وتدل على هذه القصة على أن الإبل لا تفتقر إلى لفظ، وأبت لك أبل فصحح مما يدل عليها. الهبه عند بعض الفقهاء لا بد فيها من الإيجاب والقبول، فتقول وهبت والآخر يقول قبلت، وقال بعضهم هذا
لا يستحسن للتأكيد، وإلا فقد تقع بمجرد ما يسلم لها الشيء وهابك، وإن لم يقل قبل قال شل لك هذا الكتاب قدو لك، شل لك هذا القلم قدو لك، شل لك هذا الأرض قدي لك. قال أكرمكم الله وجده ما يشترط الإجاب والقبول عند المحققين من العلماء، لا يشترط في باب الهبة الإجاب والقبول، وكذلك في باب البع والشراء لا يشترط الإجاب والقبول على المذهب الصحيح. أما ما قاله علماء المذهب الهادوي وجماعة من الفقهاء من الحنفي والشافعي وغيرهم، قالوا في البيع لا بد من الإجاب والقبول، هذا يقول بعت وهذا يقول اشتريت، وأنه من أركان البيع والشراء الإجاب والقبول، هذا هو المنصوص عليه في كثير من المذاهب وهو مذهب الهادوية. لكن الآن ما عادش معمول به، بيعملوا بمذهب من قال أن المعاطة كافية، فإذا اتيت لها السيارة وسلمت لها الجبروك والرقم وجميع ما يتعلق بالسيارة وهذا قبله وسلم لك الفلوس خلاص، لا يشترط أن يقال بعت اشتريت، هذا صحيح ما عاد بيقولوا عندنا ذا الحين بعت واشتريت إلا إذا بيبيعوا بيت ولا بيبيعوا أرض، وإلا فهم بيبيعوا دار الحين عدة سيارات بملايين وما يقولش بعت اشتريت. فإذا جاء واحد سألكم وقال جاء فلان يشتري البيت الفلاني أو الأرض الفلانية قاعد عندنا في صنعاء، ما يقولوا بعت اشتريت إلا وقد صاحوا وتجادلوا على الثمن، ثم تجادلوا على السعاية على من تكون، على البائع أو على المشتري، ثم لمن تكون هذه السعاية إلى آخره، يتجادلوا بعد يسدوا ويسلموا الزلات وينسوا ما يقولوا بعت اشتريت. فإذا جاء قال لكم قلوا البيع صحيح لأن المعاطة كافية، هذا هو الذي رجحه من علماء اليمن السيد الحسن الجلال في ضوء النهار، والشيخ صالح المقبلي في المنار على البحر الزخار، والسيد محمد بن إسماعيل الأمير في منحة الغفار حاشية ضوء النهار، والقاضي محمد بن علي الشوكاني في وبل الغمام وفي السيل الجراح. وهذا هو اختيارات الإمام يحيى، بعد ما وقع الصلح ما بين الدولة العثمانية والإمام يحيى، وقالوا أن تعيين القضاء في البلاد الزيدية تكون على الإمام، عين القضاء وبلغهم باختيارات، ومن جملة اختياراته أن البيع هذا لا يشترط فيه الإجاب والقبول بل المعاطة كافية. فإذا قال هذاك اتي البصائر حق الحل، اتي الفصول، اتي الوكائل، اتاهن لها يده، وهذاك اتي القيمة سلم لها الفلوس خلاص تم البيع، وهذا قنع ورحله وهذا قنع ورحله، ولا يشترط أن يقال بعت اشتريت. وهكذا في باب الهبة عند المحققين لا يشترط الإجاب والقبول، فإذا قلت خذ لك هذا الكتاب مني أو خذ لك هذا الثوب مني هدية أو هبة فأخذتها، لا يشترط أن يقال وهبت، وهذا يقول قبلت. لكن إذا هم يشتوا تأكدوا، مثل ما إذا وهب الواحد أرض لابنتين أو ثلاث يقولوا له لأجل التثبت، لأجل يستري يعمر، ولأجل يسوي الرخصة، ولأجل كذا وكذا يسووا له بصيرة في هذا أنه وبعد فإن فلان بن فلان قد ملك فلان بن فلان ووهب له الابنتين
الكائنتين في الأرض الفلاني الذي حتى كذا كذا، وذلك بقول وهبت وهذاك قال أجبت. هذا التثبت في لأجل طولها الرخصة وغير ذلك. أما شرعا فالظاهر أنه لا يشترط الإجاب والقبول. قال أما في باب النكاح فلا بد من الإجاب والقبول إجماعا، لا بد في الإجاب في النكاح من أن يقول الزوج، أن يقول الولي زوجتك بابنتي فلان بنت فلان، وهو يقول قبلت، ولا تصح المعاضة أبدا. القاضي عند الشافعية أنه إذا قال في النكاح قبلت لا يصح حتى يقول قبلت نكاحها، يعني تأكيدا. احنا قد بنتأكد ونقول قبلت نكاحها لنفسي، نزيد نقول لنفسي، لأن في بعض الأحوال يوكل فيقول قبلت عقد النكاح لأخي، وفي بعض الأحوال يقول قبلت عقد النكاح لولدي، وأنا أزيد أكتا أقول قل قبلت عقد النكاح لنفسي. وعندكم كيف يقول قبلت نكاحها؟ ماشي، قد القرين تدل على أنه قد بيقول زوجتك بابنتي فاطمة، خلاص قد عينها فعاد يحتاج الضمير. قال وهبت لك قبل تصح بما يدل عليها وتدل على قسمة الله مع عظامه بالتحري، وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وعلى حل أكل لحم الحمار الوحشي، وعلى التوكيل في القسمة، وعلى كون القاسم واحدا. الحمار الوحشي يؤكل بالإجماع، إنما الحمار الأهلي الذي يحرم أكله. فاصل. ثم مضى حتى إذا كان بالأثابة بين الرويثة والعرج، إذا ظبي حاجف في ظل فيسة، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوا لأجل لا يتسيطوا. والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون فلم يأذن لهم في أكله، ووكل من يقف عنده لئلا يأخذوا أحد حتى يجاوزوا. وفي دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل، إذ لو كان حلالا لم تضع ماليته. فاصل. ثم سار حتى إذا نزل بالعرش وكانت جمالته وجمالة أبي بكر واحدة، وكانت مع جمال يعني الناقة، وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة إلى جانبه الآخر، وأسمى زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينتظر الغلام والزمالة. إذ طلع الغلام ليس معه البعير تضيعه، فقال أين بعيرك؟ فقال أضلك البارحة، أضللت البارحة ضيعت أمس الليل. فقال أبو بكر بعير واحد تظله؟ قال فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويبتسم. فيه دليل على جواز تأديب السيد عبده إذا قد عمل شيء ولو كان السيد محرما. ومن تراجم أبي داود على هذه القصة باب المحرم يؤدب غلامه. باب التوكيف لو رجعت إلى أن فيه عنعنة ابن إسحاق، فهو من قسم الضعيف المنقطع. فاصل. ثم مضى رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كان بالأبواء أو الأبواء خارج المدينة بمسافة يسيرة، هو في من عند المدينة إلى مكة في نحو الربع أو الثلث، الأبواء خارج المدينة ما هو؟ بعد ذو الحليفة ولا؟ لا، بعد ذو الحليفة قريبة، ذو الحليفة تدخل ذا الحين ساعة ما حجيت دخلت في صنعاء، ذو الحليفة دخلت في المدينة، هذا الأبواء بعيد. إذا حج واحد منكم أيصلى لا المحطة الذي فيها بترول وفيها مطعم وفيها محل يتوضى الإنسان فيه وفيها مسجد، وهذا هذاك هو الأبواء. لازل الاسم نفسه؟ إيه، مش بدارينا الحجاج ما هو، لكن واحد من المغتربين قال لنا هذا هو الأبواء، واحد من المغترب وأيضا فقيه قال هذا هو الأبواء، ولا زال عند البدو يسماها الأبواء، لكن الحجاج ما يسمش. هذا في طريق أخر، في الطريق الجديد في الخط السريع، كانت الطريقة الأولى نمشي منها ونوصل لمحل بدر الذي وقع فيها القتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، ذا الحين تركوا هذا الرصد وعملوا رصد كبيرة سموها هذا الخط السريع، الماشي وحده للراجع وحده وللسائر وحده، وأهل البضاعم الذي كانوا في هذا الطريق جو اشتروا لهم بقع في هذا الطريق الثاني وعملوا المطاعم فيها، وهذا أصبحت مبورة. وبعد سألنا ما هو هذا، قالوا هذه هي الأبواء الذي ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواء، ماتت ودفنت في الأبواء. قال حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب برجثامة عاجز حمار وحشي، فردته عليه فقال إنها لم نرده عليك إلا أن أحرم، وفي الصحيحين أنه أهدى له حمارا وحشيا، وفي لفظ المسلم لحم حمار وحشي، لا معارضه بين الروايات، أدالب بلحمه أهدى حمار وحشي، وفي الرواية الآخرة بيّنت أنه لحم حمار مش هو الحمار بكله، وفي رواية بيّنت له أنه أهدى له عجز الحمار الوحشي، يعني دبره الإلية وما والأفخاذ وما إليها، لا معارض. بعض الرواة عبر بالكل وبعض الرواة عبر بالجزء. وقال العميدي كان سفيان يقول في الحديث أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحمد لله أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش، وربما قال سفيان يقدر دما، وربما لم يقل ذلك. وكان سفيان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات، يعني في آخر عمره ما بيعبر إلا بلفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له لحم. بيجي بركت كان يقول له أنه أهدى له حمار وحش، وبر يقول لحم حمار، فولكن في آخر عمره بقي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي له لحم حمار حتى مات، سفيان. وفي رواية شق حمار وحش، وفي رواية رجل حمار وحش، ورواية يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضمري عن أبي عن الصعب أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش وهو بالجحفة، فأكل منه وأكل القوم. الجحفة قدي نص الطريق ما بين مكة والمدينة الذي قد انقرضت هذا القرية، قد بدلها قرية اسمها رابغ، وهذا الجحفة أو رابغ الذي يحرم منه أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب.
فقال البيهقي: وهذا إسناد صحيح، فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقيل اللحم. وقال الشافعي رحمه الله: فإن كان الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا فليس للمحرم ذبح حمار وحش، وإن كان أهدى له لحم الحمار فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه وإيضاحه. في حديث جابر قال وحديث مالك أنه أهدي له حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له من لحم حمار. قلت: أما حديث يحيى بن سعيد عن جابر فغلط بلا شك، فإن الواقعة واحدة، وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة. وأما الاختلاف في كون الذي أهدى حيا أو لحما في رواية من رواه لحما أولى بثلاث أوجه: أحدها أن راويها قد حفظها وضبط الواقع حتى ضبطها أنه يقدر دما، مع أن إذا عادوا حيوان حي ما يقدرش منها الدم، وهذا يدل على حفظه القصة حتى هذا الأمر الذي لا يؤبه له. الثاني أن هذا صريح في كونه بعض الحمار وأنه لحم منه، فلا يناقض قوله أهدى له حمارا، بل يمكن حمله على رواية من رواه لحما تسمير للحم باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة. الثالث أن سائر الروايات متفق على أنه بعض من أبعاضه، وإنما اختلفوا في ذلك البعض هل هو عجل أو شكة أو رجل أو لحم منه، ولا تناقض بين هذه الرواية، إذ يمكن أن يكون الشك هو الذي فيها العجز وفيه الرجل، فصح التعبير عنه بهذا وهذا. وقد راجع ابن عيينة عن قوله حمارا وثبت على قوله لحم حمار. سفيان ابن عيينة، المراد ابن عيينة الذي سبق وهو سفيان ابن عيينة، حتى مات، وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحما لا حيوانا. ولا تعارض بين هذا وبين أكله لما صاده أبو قتادة، لأنه سيأتي حديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جابل الصيد الذي أهداه له أبو قتادة، وكان أبو قتادة حلالا غير محرم. فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة 6، وقصة الصعب قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع منهم، لا يقال ناسخ ومنسوخ، بل نقول نجمع بين الحديثين بأدنى جمع أفضل مما نرجح أحد الحديثين على الآخر. المحب الطبري في كتاب الوداع له أو في بعض عمره، وهذا مما ينظر فيه. وفي قصة الضب وحمار يزيد بن كعب السلمي البهزي هل كانت في حجة الوداع أو في بعض عمره؟ والله أعلم. فإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصد لأجله، وحديث الصعب على أنه صيد لأجله، زال الإشكال، وهذا هو الذي قال به الشوكاني في التراري المضية وفي السيل الجرار وفي ليل الأوضار وفي جميع مؤلفاته. وشهد لذلك حديث جابر المرفوع: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ما لم تصيدوه وأنتم محرمون، أو يصد لكم من الحلال وأنتم محرمون. هذا الحديث نجعله قرينا للجمع بين الدليلين، وإلا ففيه مقال. قال: أخرجه أبو داود في المناسك باب لحم الصيد للمحرم، والنسائي في الحج باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله حلال، والترمذي في الحج باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم، والشافعي وابن حبان والعاقل من رواية عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن مولاه المطلب، وعمرو مختلف فيه وإن كان من رجال الصحيحين. ومولاه قال: الترمذي لا أعرف له سماع عن جابر،
وقوله أو يصدركم قال السيوطي في حاجة أبي داود كذا في النسخ، والجاري على قوانين العربية أو يصد لأنه مجزوم لأنه معطوف على المجزوم، وجوزه العراقي على لغة، ومنه قوله ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقيت لبون بني زياد، ألم يأتيك ما جزمش وصاب، ألم يأتيك ألم حرف جاز يأتيك المجزوم، هذا في اللغة العربية. وجاء في رواية ضعيفة أن ألم وألم لا تجزم مثل قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقيت بما لاقيت لبون بني زياد، الشاهد في قوله يأتيك، وقد كان الصواب على اللغة الصحيحة لغة الجمهور من العرب أن يقول ألم يأتيك. وغير السندي في حاشتي على النسائي أن الوجه نصب أو يصاد على أنه بمعنى إلا فلا إشكال. قال وإن كان الحديث قد علّ بأن المطلب بن حنطب راوي عن جابر لا أعلم لو سمع منه قاله النسائي. قال الطبري في حجة الوداع له فلما كان في بعض الطريق أصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فأحله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه، وهذا وهم منه رحمه الله، فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية. هكذا في الصحيحين من حديث ابن عبده قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فذكر قصة الحمار الوحشي، أخرجه البخاري. قال فاصل. فلما مر بوادي عصفة قدو قريب من مكة، وادي عصفان قدو خارج مكة، قال يا أبا بكر أي واد هذا؟ قال وادي عصفان. قال لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خدمهما الليف وأذرهم العبار وأرضيتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق، ذكره الإمام أحمد في المسند من حديث ابن عباس وفي سنده جمعة بن صالح وهو ضعيف. هذا الحديث إن صح دليل على أن النبي هود والنبي صالح قد حجا إلى مكة، فلما كان بشرف شرف خ...